احبائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتنا زي سودا. ما تنسوا تضغط لايك وتعمل كومنت تظرف وتشترك في القناه وتضغط الجرس عشان نرن لك. برنامجنا الليله حيكون عن لو امك احتدت على مرتك ومرتك خيرتك بين انك تودي امك دار المسنين او تطلقها، حتختار شنو؟ اتعرف عليك. قنديل فؤاد. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار المسنين او انك تطلقها، حتعمل شنو؟ ده سؤال لك يعني؟ ما اكيد. اكيد شنو؟ اكيد حودي امي دار المسنين. اتعرف عليك. علي عود الطيب. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار المسنين او تطلقها، حتعمل شنو؟ اطلقها طوال. طلق مرتك؟ اي. ما تقول لها كده ليه ولا ليه ولو تودي كده؟ لا لا لا. في ساعة؟ في ساعة طوالي تمشي بيت امها. رب عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، معاك صالح يوسف. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك. ايه السؤال؟ ايه السؤال؟ لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار العجزة او تطلقها، حتعمل شنو؟ السؤال ده معروف، انا امي وداك دار العجزة؟ هي طوالي طالقة تمشي بيت امها بس. هي طالقة تمشي بيت ابوها بس. كيف عليك؟ وليد صلاح مساعد. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار العجز او تطلقها، حتعمل شنو؟ بطلق مرتي. بطلق مرتك؟ هاي بطلق مرتي. لانه امي فوق كل شيء، والله ما بقدر اودي امي دار العجزه. تعرف عليك؟ ابا زر عمر محمد عمر. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار العجز او تطلقها، حتعمل شنو؟ مين؟ دار العجزه. ورا زاد اللي بخليني اجيب مره تخليني تقول ودي امي دار العجزه ليه؟ ما احنا افترضنا بعد جبتها يعني. والله هي مره كوني تقول لي تمشي امي تمشي دار العجزه، دي ما مره صراحه. عشان كده انا بختار امي يعني. طلقها يعني؟ اكيد بل اكيد. نتعرف عليك. للسر. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار المسنين او تطلقها، حتعمل شنو؟ تودي امي انا دار المسنين؟ توديها وين؟ دار المسنين. توديها دار المسنين؟ اطلق لك حنانة ذاتي يا معقولة؟ دي الوالدة كلها يا زولا. طلقها؟ ايوه طلقها. بدون امي؟ تردد. بدون شنو؟ بدون تردد. طلقها طوالي بساعتها. طلقها طوالي. ليك؟ رشيد خالد. منو؟ رشيد خالد. راشد، لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار المسنين او تطلقها، حتعمل شنو؟ اصلا ما بتعتد على مرتك. لا انا قلت لك افترضنا لو مرتي تقول لي ان انا اختار ان انا بين امي وبين مرتي. ايوه قلت لك تودي امك دار المسنين يطلقها. لا اصلا الكلام ده ما يعني ما حيوافق بيه، وانا يعني هرجع بيت اهلها بس، لانه النزوان راكدات هو ولاده، بعدين اللوم دي بتجي مره واحده. اتعرف عليك. خليفه سليمان خليل. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار يا تودي امك دار العجزه يطلق، حتعمل شنو؟ والله ده كلام صعب جدا جدا يعني، انا بنسحب علينا انسحابي والله. سحب من شنو؟ كلامك ده. لا حتودي امك دار العجزه ولا تطلق المره؟ اذا المره قالت لك كده. قالت لي اطلق يعني ولا؟ امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار يتودي امك دار العجزه يطلقني، حتعمل شنو؟ هو شوف، اول حاجه انا من البدايه ما بعد رجلي مره بدي اقول كلام زي ده يعني، حتى لو امي عمرها 150 سنه ودها دار العجزه. اتعرف عليك. بدر الدين الطيعة المولى. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار العجزه او تطلقها، حتعمل شنو؟ ادي امي دار العجزه طوال. ها؟ حوديها طوال. تودي امك دار العجزه؟ على مرتك ومرتك قالت لك كده؟ اي حوديها طوال. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار العجز او تطلقها، هتعمل شنو؟ يعني مرتي قالت لي ما في غير الخيارين ديل يعني؟ اي نهائي؟ طبعا انا اكيد بطلق مرتي طبعا. بطلق مرتك؟ بطلق مرتي اصلا. حتى لو امك غلطانه؟ والله يا اخي طبعا امي دي يعني هي مستحيل تكون غلطانه، انا متاكد من الحته دي. لكن لو طلعت غلطانه زاد بطلق مرتي. بطلق مرتي يعني جواب نهائي. اتعرف عليك. ابو سفيان باويكر. لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار العجزه او تطلقها، حتعمل شنو؟ اطلقها طوالي، دماغ امي جابتني في الحياه دي.
كم من زاد انا كم معي الرستا طلقه طوالي طلقه طوالي حتى لو ما غلطانه لو ما غلطانه لو ما غلطانه كده برضه بطلقه برضه بطلقه هاي عليك عبد العزيز صالح لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار انك تودي امك دار العجز او تطلقها هتعمل شنو مرتي اعتدت على امي ولا امي اعتدت على مرتي ايوه امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تودي امك دار العجز يطلقها طلقها طلقها طلق ثلاثه في طلق 10 طلقها طلق 10 بس طلقها طلقها طوالي ساعتها في نفس الحوار ده قبال ما يطول هناك يعني اكون طلقتها ودي ابوها ذاته حتى لو امك غلطانه حتى لو امي غلطانه إيه؟ خالد ابراهيم محمد عمر لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار المسنين او تطلقها هتعمل شنو؟ هطلقها طلقها؟ هطلقها اي هطلق مرتي اي لانه امي اغلى من مرتي لانه امي اغلى من مرتي امي جابتني انا ذاتي جابتك انت ذاتك اي تودي امك عشان مرتك ما حاولت امي عشان مرتي تودي امك وين؟ دار المسنين اسمع كلام مرتك يعني؟ لا احتمال يعني ما بشوف منو الغلطان فيه من اول حتى يعني هي لو اعتدت عليها امك هي مرتك قالت لك انك توديها او تطلقها حتودي امك ما حودي امي بس قلت لي حوديها كده انا مسنين ما بشوف اول حاجه الغلط شنو حتى لو غلطت امك لو غلطان امك والله بجي بقول لمرتي تعالي اعتذري لها بس يعني لو غلطان امك هي اللي اعتدت عليها يعني حتى لو غلطان امي انت سيبك قلت لي بودي طايد على المسنين حسب حبي لي مرتي اتعرف عليك عثمان لو امك احتدت على مرتك وقالت لك تختار بين انك تودي امك دار المسنين او تطلقها هتعمل شنو اساسا انا مرتي دي ما بجيبها لا هي اذا انت جبتها وحصل كده يعني امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك توديها دار المسنين وبين انك تطلقها بطلقها طوالي طلقها ثلاثة كمان ساعدها؟ ايه طلق ثلاثة طوالي حتى لو امك ما غلطانة؟ لا لا لو غلطانة طبعا يعني هي لو اعتدت على مرتك انت تودي امك دار العجزة من دون اي سبب يعني ساي كده؟ ايه هديها طوالي يا امك هاي امي لو مو امك ما كان عرست اصلا والله يا اخي كان عرستها لو مو امك ما كان يعني هي عرست لو هي تعبت وكده يعني ما خلاص برضو يعني هديها؟ هاي هديها طوالي ما حرام عليك؟ لا ما حرام عليك كيف ده؟ لا كده بس المرأة ممكن تجيب غيرها لكن امك تقدر تجيب غيرها مرتين انت ما شفتيها لكن شفتيها ما تقولي كده كيف؟ عليك كده يعني حتى عشان مرتك كده يعني حلوة عشان كده تودي امك يعني ما بتلقى زي مرتك لكن بتلقى زي امك والله يا اخي برضه لكن والله بلقى يا مو زي امي ما بلقى اصلا لكن ما طيب تودي امك كيف؟ والله يا اخي انت اقول لك حاجة ما مرتي لو وديتها ثاني وخلاص تعرف عليك مهند بابكر لو امك احتدت على مرتك مرتك قالت لك تختار ايه تودي امك دار العجزه يطلقها هتعمل شنو؟ هطلقها طبعا طلقها؟ اي طلق مرتك؟ اي ما حد يتفهم ولا اي حاجه طوالي؟ يا اخي دي امي اصلا بعد ما في ثاني فهم حتى لو هي غلطانه؟ يا زول حتى لو هي غلطانه طلق المره طلق المره توديها ما بقدر نهائي لانه امي دي هي جابتني انا ده المره ما بتسوى عندي حاجه امي جابتني انا بس يعني حتى لو امي غلطانه حتى لو امي غلطانه امي ما فوق كل شيء زي ما قلت لك تعرف عليك عمر الفادي عثمان لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار انك تودي امك دار العجزه او تطلقها هتعمل شنو هطلقها اكيد يعني دي امي في النهايه هطلقها هاي اكيد حتى لو امي غلطانه في النهاية ما مفروض تعتدي على أمي يعني في النهاية دي جابت لا هي أمك اللي احتدت على مرتك أي ما في النهاية برضه هي مفروض تقدر للحتة دي يعني في النهاية دي أمي تعرف عليك نعيم محمد لو أمك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين إنك تودي أمك دار المسنين أو تطلقها هتعمل شنو؟ بالثلاثة طلاق طلاق بالثلاثة طلاق بالثلاثة؟ أي دي الحجة دي الأم مفيش جدي معاك هطلقها بالثلاثة بالثلاثة كمان أي ومن غير رجعة من غير رجعة تعرف عليك مهند محمد حامد لو امك احتدت على مرتك ومرتك قالت لك تختار بين انك تودي امك دار العجزة او تطلقها هتعمل شنو؟ بالثلاثة طلقها؟ طوالي اي طلق مرتك؟ ها؟ طلق مرتك؟ طلق جانا ذاته حتى لو امك غلطانة؟ حتى لو امي غلطانة مرتك يعني ها؟ طلقها يعني اطلق جانا ذاته قلت لك خلاص هي ما
هي يعني امك ده بتجيبها راجعه ثاني يمكن وديها تجيبها ثاني راجعه، لكن مره كده لو طلقتها ثاني ما خلاص راحت عليك. ما هي امك برضه يا عم يعني احمد بيك 9 شهور وتعبت فيك وكده، في النهايه تجي توديها عشان مرتها. عجيب اصلا يعني اخذتها 3 يوم كده 4 يوم في دار العجزه وحتجي تغير جو ذات. امي تجي مره واحده والبنات الرجالات يعني. اي اكيد طبعا. والده يعني. ثلاثه كمان. طلقوا الثلاثه؟ الثلاثه كمان. في ساعات ولا بعد تتناقش معاه؟ لا في يعني انا عارف المشكله اساسا شنو، لكن الكلام ده طوالي هوديها بيت هلا قدام ابوها واخوانا هطلقها. لو امك غلطانه؟ حتى لو امي غلطانه انا ما حد فرق بين امي هي مرتي، يعني المره دي انا قلت لها انا طلقت بكره يمكن اخذ واحده غيرها. يعني هطلقها طوالي؟ هطلقها طوالي. شكرا لك. تسلم يا شباب.